الدولة عن حل النزاعات التنموية في بعض القرى والمديريات. سعت بعض منظمات المجتمع المدني في البحث عن حلول عن طريق التخطيط المجتمعي وبناء القدرات لإحداث التنمية، وبمساعدة المنظمات المانحة من خلال توعية أفراد المجتمع بأضرار تلك النزاعات. نثبت إنه الأسلوب اللي إحنا بنستخدمها ناجح وتقدر تأثر على الهيئات الناس في القرى اللي احنا بنخدمهم. الحلول ركزت ايضا على عرض مشروع التماسك الاجتماعي التنموي الذي يهدف الى تطبيق ونشر نموذج محلي يتصف بالاستدامة لمنع النزاعات وتحويلها الى اعمال تنموية. قناة اليمن اليوم كانت تبحث عن معلومات أكثر وتفاصيل أدق حول النتائج العملية لهذه المشاريع، لكنها فوجئت بالرفض من القائمين عليه دون معرفة الأسباب. سامي الحجري، اليمن اليوم.